عالم جايعين وعلو مية بالسهم رامينا وعلو مية بالسهم رامينا لك العزاء يا رسول الله لك العزاء يا رسول الله من غدر على الكفر ما تلحسن من غدر على الكفر ما تلحسن من كثر لوعات وحروب وفتن ما كفاهم جار في مر الزمن ميت بقبره وإلى معادينا ميت بقبره وإلى لك العزاء لك العزاء يا رسول الله لك العزاء خادم خادم لك العزاء يا رسول الباري انظر حالته للشاعر الحبيب خادم الحسين ايادي الكوفي يا رسول الباري انظر حالته جبده متقطع وتسعر جمرته ودع أولاده وبناته وأخوته ولعد زينب تربي ظلت عينه ولعد زينب تربي ظلها الله الله زينب تعنت لأبو محمد وجد زينب تعنت لأبو محمد وجد خويا روحي بهني وايب أجرت خويا المصايب علي ترادفت وانت رايح المنام مخلينا يا شيع هلا هلا يا شيع اشحال زينب من درت يا شيع اشحال زينب لو درت يا شيع اشحال زينب من درت صفت تنحب على حسن وتحيرت صاحت بعين ترى الدنيا قدرت صاحت بعين ترى الدنيا قدرت صاحت بعين ترى الدنيا قدرت قوم يا زهرة شوف شدها شدها قوم يا زهرة شوف الله من سماح الحسن جاوبها بشجن من سماح الحسن جاوبها بشجن قالها يا أم المصايب والمحن اش حال صبرك عني وايب لولفن اش حال صبرك عني وايب لولفن طشت راس الولي تنظرينا وصف القاسم أخوك طبيته وصف القاسم أخوك وصيبته يما أبو الزهراء محمد دفنته لكن القوم لطغت ما خلته تالي بالغرب اندفن شدها شباب هذا نعش الحسن بن نبل رمه هذا نعش الحسن بن نبل رمه دارت عليه الذياب وحاوطه لكن اهل الجمل ظل محاربه والحميراء عولت بونينها والحميراء عولت بونينها صاحت شلون بن عفان انطعن صاحت شلون بن عفان انطعن ياهو مثل الوالي بالجاه اقترن شلون بالله الحسن يم جدا دفن شلون بالله الحسن يم جدا دفن والخليفة بحسرته مخلينا والخليفة بحسرته خلينا والخليفة بحسرته لك العزاء يا رسول الله لك العزاء لك العزاء لك العزاء يا رسول الله لك العزاء